السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في كتابه اسم الغني. قال بعضهم: ذكر الغني في كتاب الله تعالى 18 مرة. قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لهو الغني الحميد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. قال أهل العرب: الغني يطلق على الذي ليس بمحتاج إلى غيره. قال الخطابي رحمه الله: الغني هو الذي استغنى عن الخلق وعن تأييدهم لنصرته سبحانه، بل هم الفقراء إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أيها الإخوة الأفاضل، من آثار الإيمان بهذا الاسم الغني أن الله تعالى هو الغني بذاته، له خزائن السماوات والأرض، وله خزائن الدنيا والآخرة. هو الغني سبحانه الكامل في ذاته وصفاته، والعبد فقير إليه لا يستغني عنه طرفة عين. روى الإمام أحمد مسنده من حديث بسر بن جحاش رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بصق يوماً في يده ثم وضع إصبعه فيها ثم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا عدلتك وسويتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد، أي صوت أو شدة الضرب في الأرض، حتى إذا بلغت التراقي جمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. فأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأعظمهم شهوداً لفقره وحاجته، وأنه لا يستغني عن ربي عز وجل طرفة عين. ولذلك جاء في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا حي يا قيوم، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، كما في مسند الإمام أحمد وأصله في مسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، لأنه يعلم أن قلبه بيد الرحمن يصرفه كيف يشاء. ثانياً، من آثار الإيمان بهذا الاسم الغني أن الله تعالى هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الغني سبحانه كما في الآية الكريمة: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم
ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالعباد كلهم محتاجون إليه سبحانه في مصالحهم الدينية والدنيوية. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا هو الذي يغني ويفقر، وهو جل وعلا الذي يبتلي ويعافي، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يطعم ويسقي. قال تعالى عن نبي الله إبراهيم عليه السلام قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. ثالثا أن الله تعالى وهو الغني لا يريد من عباده طعاما ولا شرابا، لم يخلقهم ليستكثر بهم من قلة أو ليستقوي بهم من ضعف أو ليستأنس بهم من وحشة، بل خلقهم لعبادته سبحانه. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رابعا أن على المؤمن أن يتعفف عن أموال الناس وعن حاجاتهم وأن يسأل الكريم الغني سبحانه أن يرزقه من واسع فضله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث علي رضي الله عنه كان يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يستغني يغنه الله. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله جل وعلا قال فاسألوا الله من فضله. فإذا توجه المؤمن إلى ربه عز وجل وألح عليه في الدعاء واستغنى عن الخلق فإن الله تعالى لا يخيب رجاءه وأن الله تعالى يستجيب لدعائه ويرزقه سبحانه من واسع فضله. خامساً أن الله تعالى وهو الغني سبحانه عن خلقه المستغني عنهم لو شاء لأذهب الناس ولجاء بخلق جديد. قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سادسا وأخيرا أن الله تعالى قرن غناه بحمده سبحانه فهو المحمود على آلائه ونعمه سبحانه. قال تعالى في الآية الكريمة وهو الغني الحميد. فقد يكون الإنسان غنيا وليس بنافع لغيره، فالله جل وعلا هو الغني والمحمود على آلائه ونعمه سبحانه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.